بعد فيديو 45 ساعة في قطارات الهند. أوكي. I am transgender. اليوم أنا موجود في باكستان في مدينة كراتشي وراح أخذ قطار مدة تقريباً 20 ساعة من مدينة كراتشي إلى مدينة لاهور، وبدي أخذكم معي في التجربة عشان ممكن نعمل مقارنة صغيرة بين قطارات الهند وقطارات باكستان. أنا هلأ عند محطة القطارات تبعت كراتشي، متحمس كثير لتجربة القطارات، كثير بحب لما أطلع في هاي التجارب من خلالها بتعرف على كيف الناس عايشين وكيف بيتعاملوا مع بعض. مركز بيع التذاكر للقطارات لقيته موجود على الجهة المقابلة للمحطة في هذاك المكان، هاي المحطة قدامي المكان هناك، وطلعت علي التذكرة ب 5200 روبية، يعني قاعدين نحكي عن 35 دولار. هذا السعر غالي لأنه ما لقيت تذاكر إلا على البزنس كلاس الاي سي، بس التذكرة على الدرجة الاقتصادية أتوقع على الأقل نص السعر. طب وصلت على الغرفة، واضح إنها كثير مريحة وكثير باردة، مش متعود على هيك، متعود أنزل بالقطار أبو كلب اللي بهذاك الاتجاه مع يعني الدرجة الاقتصادية، بس اليوم اضطريت أشتري هاي التيكت. خلينا ندخل. هلو جايز. السلام عليكم. مالك. شايفين مريح كثير، في عنا أتوقع ثلاث تخوت، واحد فوق واحد بالنص وواحد تحت. هلا راح أقعد أعمل إديتنج للفلوج الأول اللي شفتوه قبل هذا. شوفوا فرق لون القطار ما بين البزنس كلاس والكلاس الطبيعي، هون في الشبابيك مسكرة، لون القطار تحسه هيك مبهدل شوي، هون تحس حالك شوي برجوازي. طيب هذا هو الايكونومي كلاس، صراحة بكون متخيل رح اتسلى أكثر كثير هون لو لقيت تذكرة. شوفوا زي قطار الهند تقريبا بس مع شوية اختلاف، صراحة بالنسبة إلي هذا كثير أحلى. بدأت رحلتنا من جنوب الباكستان إلى شمالها، والمقطورات كانت مريحة جداً ومكيفة لدرجة أني اضطريت أستخدم جاكيت. القطار كتير أبرد مما كنت بتخيل، كتير برد، يعني لبست الجاكيت ولساتني متجمد. مش معقول. الطريق كانت سهلة، ما في أي تعقيدات ولا أي نشاطات بالقطار زي ما كان فيه بالهند، وعلى الأغلب هاد بسبب أني كنت على الدرجة الأولى. أثناء الرحلة رحت بجولة أشوف الدرجة الاقتصادية. أكبر فرق بينهم هو عدم وجود تكييف، وكمان عدم وجود خصوصية بالدرجة الاقتصادية. وبما أنه باكستان مجتمع محافظ بعكس الهند، فكانوا العائلات يسكروا على حالهم بشراشف عشان الخصوصية. بعد 8 ساعات تقريباً على القطار راح يعطونا استراحة، يمكن اللي بده ينزل يأكل، اللي بده ينزل يشرب شاي. أغلب الوقت كنا نايمين، قعدت أشتغل شوي بدي أشوف لي شغلة أكلها. في عنا هون لقيت محلات بيع برياني، واخذت لي كمان معها كاسة شاي، فهذا راح يكون الغداء تبعي في القطار. خلينا نروح على القطار. حط عليها حمص وإشي واضح معمول زي الفلافل شكله، بس الإشي الباكستاني. نزل صحن البرياني، والله شيء مرتب، برياني الصبح، برياني بالليل، برياني فطور، برياني غدا، برياني عشاء. يا أخي لو كل الأكل زي أكل الهند وباكستان. أتوقع أن وصلنا لهون، مش متأكد بس أتوقع. وصلنا مدينة لاهور الساعة 9 الصبح، الرحلة استغرقت 20 ساعة تقريبا، بس أغلبها قضيتها نوم. هلأ صحيت، كانت رحلة لطيفة مريحة جدا. شوفوا مش عارف ليه القطار صافف بمكان بعيد عن المنصة الأرض. وصلنا يا جماعة، هنا لاهور. So how much? How much? No, 100. No, 100. Too much, 300. No, 150. 150. No, 200. Only tax. Too many. Don't tax me. 180, last price I give you.
180 اوكي؟ هذول بدهم يجننونا بالمفاصلة 180 جود؟ جود؟ 180 خلص هو المفروض ينزل ل 100 بس خلص طالعين بالتوك توك مارود مارود وصلت على الهوستل تبعي اسمه لاهور باك باكرز بتشوفوه على انستغرام عندي على الاغلب مهم هاي كانت رحلة القطار كثر الله اسفاركم سلام مرحبا انا ابن حتوتة اذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم